السلام عليكم ومرحبا بكم. في هذا الفيديو سأريكم طريقة إدخال قنوات الأرضية على جهاز إيتال. طبعا يجب إدخال الكابل الخاص بالنقل الهوائي خلف الجهاز والقيام بعملية البحث. إذا الآن سنقوم بعملية البحث بعد إدخال الكابل الخاص بالنقل الهوائي، ونقوم بعملية البحث. هنا نختار الخيار الثالث، هنا شيم. سأغير اللغة إلى اللغة العربية بما أنني أتحدث اللغة العربية. إذا سنختار هنا الخيار الثالث خاص بالقناة، وبعدها نذهب إلى الخيار الرابع، 1 2 3 4، ونختار الخيار الأول ساكن الأرض. نختار هذا الخيار ساكن الأرض. وبعدها ندخل إلى البحث التلقائي، هذا الخيار الخيار الخامس، نضغط على أوكي. وبعدها نذهب إلى الخيار الذي يوجد في الوسط دي تي بي، ونضغط على أوكي. وبعدها أختار هل أنت واثق، أضغط على أوكي، وستنطلق عملية البحث الأوتوماتيكي للقنوات الأرضية. إذا سأضغط على أوكي وسيبدأ الجهاز في البحث عن القنوات الأرضية. إذن كما تلاحظون فقد بدأ الجهاز في البحث عن القنوات الأرضية، وسننتظر بعض الدقائق لكي يكمل عملية البحث. إذن لاحظوا هنا فقد تم العثور على 13 قناة رقمية. لاحظوا في الوسط 13 قناة رقمية. أكمل الجهاز عملية البحث